ينضم الينا عبر الهاتف من واشنطن دكتور هاشم كريم المحلل السياسي. مساء الخير دكتور هاشم، اهلا بحضرتك معانا في حلقه النهارده من خبر اليوم. وخليني ابدا مع حضرتك ب يعني التطورات الاخيره في الولايات المهمه اللي ما زالت الانظار بتتجه اليها. يعني قلب جو بايدن الطاوله فيما يتعلق ببنسلفانيا وجورجيا، وبيبدو انه بيحقق تقدم في هذه الولايات. فرأي حضرتك، هل يعني متوقع انه جو بايدن بيقرب اكتر للبيت الابيض، ولا ممكن يعني مفاجأة تتحقق بشكل عكسي في هذه الولايات ويتقدم ترامب؟ لا، للاسف الشديد يعني قد يكون هناك قتل لترامب. ويعني تقريبا بايدن كل اللي محتاجه ولايه واحده اللي هي بنسلفانيا من اربع خمس ولايات اللي بيتكلموا عليهم، اللي هي فيها 20 صوت، هو محتاج بالضبط منهم 17 صوت لا اكثر ولا اقل. والانتخابات في ولايه بنسلفانيا يعني بتتقدم، وحاليا تقريبا عنده فوق ال 23,000، يعني كميه لا يمكن الطعن فيها. ولكن بالنسبه للولايات الاخرى اللي هو بيتكلم ان في عدد المخالين 1600، ده ممكن يعادل الانتخاب. كل ما يطلبه اعاده فرز الاصوات وليس اعاده الانتخابات. فاعاده فرز الاصوات هتتم امام لجنه للحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكل النتيجه في النهائيه يعني اعتماد هذه النتيجة نهائيا. وإذا حتى لم تكن في صالح بايدن فلن تؤثر عليه على الإطلاق، لأن بايدن حاليا متفوق في الولايات الأخرى واللي هو بيتكلم عليها، ويسكونسن أند آن، كل ده طبعا هو متفوق فيه. الكلام كله دلوقتي هو طبعا يهم جدا للأسف الشديد ترامب ولاية بنسلفانيا اللي فيها 20 صوت، وهي ديت يعني الكمية الحاكمة في عملية